مرحبا حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله صحة وسلامة وان شاء الله كلكم بخير. رجعنا ببرنامجنا الجديد مطبخ ابو علوش من قناة الفرات الفضائية. طبعا اليوم راح نقدم اطباق الفطور ان شاء الله تعجبكم. اليوم راح نقدم البرياني اللحم، هواي طلبوه قبل هاي الحلقة اللي فاتت، طلبوا برياني اللحم. راح نشتغله بطريقة سهلة وبسيطة، وراح نشتغل وياه تبس المحشي، تبس الباذنجان المحشي، وراح نقدم وياه طبعا طبق المقبلات وطبق سلطة المعكرونية، وراح نشتغل شوربة الدجاج بالنشا، يعني مو لا بالطحين ولا بالعدس، راح نشتغلها بالنشا، تصير شوربة خفيفة، وراح نشتغل عصير الكيوي. بالبداية خلنا نسوي مشاركة للبث، لان عندنا ناس تابعنا من خلال البيج. طبعا الميل حق على الحلقة حبايبي يقدر يشوف الحلقة بيج قناة الفرات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، هم تنزل يوميا، تكتب قناة الفرات يطلع عندك البيج مالته. حبايبي هسه بالبداية راح نشتغل نبدي بالتبسي الباذنجان. هذا عندي البصل، عندي اللحم المثروم، عندي الطماطة، عندي المعجون، وعندي البهارات. البهارات طبعا راح استخدم بهارات بشكلة، وراح استخدم وياه دبس الرمان. هذا عندي البصل راح احمسه، احمس وياه الفلفل. طبعا انا عندي الباذنجان مقلي وفاتحة، يعني مسوي له فتحات من النص ومقلي، يعني الباذنجان على كبرها مقلي. هاي حمسة خفيفة، راح اضيف البهارات، هاي بهارات بشكلة، وهذا الفلفل الاسود احمسه وياه حتى يعطيني الطعم. هذا المعدنوس ونعناع الفريش، هاي حمسة خفيفة، خلي رشة الملح، هذا اللحم، هذا لحم مثروم، هاي طبعا ويا البرياني شوية اضيف له شوية مي حتى استاذ حازم. هذا ابدي احمسه، هسه راح اضيف المعجون. هاي الطماطة، هاي شوي بعد ملح، هسه راح ابدي احشل الباذنجان.
استاذ حازم. هسه هذا بدينا نحشي الباذنجان. هسه هذا عندنا الزايد نخليه على صفحة الحشوة الزايدة، نخلي منها شوية، نضيف دبس الرمان، شوية حمصة خفيفة، ونضيف الماء. طبعا انا عندي الفرن معتلق، الفرن معلوق، راح اضيفه على الباذنجان وراح اضيفه بالفرن. هذن الطماطات الكرزيات لقيتن، هاي واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، وهاي الفلفل. هسه راح اخليه بالفرن حبايبي. عندنا الطبق الثاني راح نشتغل، راح نشتغل البرياني. بالبداية راح نشتغل الحشوة، هاي الحشوة، وهذا هنا راح نشتغل التمن. الحشوة شنو راح نشتغل حبايبي؟ راح نشتغل اللحم الاجل، انا مقطعة وسالقة، عندي هنا بصل، عندي خضار مشكل، عندي الشعرية، وعندي التمن، وعندي البهارات. البهارات ايش راح استعمل؟ راح استعمل الفلفل الاسود دارسين، بهارات البرياني، ونبصرة المطحونة. اوكي، هاي بالبداية. هسه راح نشتغل الحشوة. الحشوة ايش راح نضيف؟ راح نضيف هذا السمن النباتي، راح اشتغله، ما اشتغله بالزيت، شوية اطيب. عندنا اتصال ام علي من بغداد. الو رمضان كريم. الو ام علي، هذا خلينا دهن للتمن ودهن للحشوه. بالبدايه حبايبي راح احمس. الو الو طبعا حبايبي البرياني طريقته كل سهله وبسيطه. راح اشتغل الحشو واحد، وراح اشتغل الشعريه والتمن واحد. هاي هسه راح اضيف الشعريه، شويه احمسها. هاي احمسها على ما تنحمس عند الشعرية، اضيف البصل خليه يذبل شوية. عندنا اتصال. الو عباس من بغداد. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم شيف، رمضان كريم. رمضان كريم علينا ان شاء الله، صحة وسلامة. حبيبي ابو خضير الورد. شلونك زين ان شاء الله؟ شلونك زحمة علينا؟
نطلب منك طلب يعني ولو هو تامر عمر قول انتعبك في قول الرز يعني عندنا احنا قالون عندنا كذا ايه شيء يعني امراض القالون ايه اشكرك يعني الفطور شيء يصير يعني دائما نساعد من انتفاخ من الاكل هذا الدهين والله ابو خضير انت شنو الاكله اللي تريدها انا اطبخها بس انا ما اقدر افتي بال يعني تعرف هاي الامور الدكتور يحددها يعني يحدد لك الاكلات اللي تاكلها انت شنو اللي يقول لك عليه هذا اللي يعني اللي يفيدك واطبخ لك اياه انا بالخدمه فهاي تبقى يعني يم الدكتور ما نقدر احنا نقول لك يعني هيك تاكل وهذا هاي وصفه الدكتور بقت انا يمي شنو اللي تطلبه انا بخدمتك حبايبي هسه راح اضيف المي هذا ضفت المي مال الشعرية راح اضيف المقدار مال التمن التمن طبعا بقد المي اللي راح اضيفه مال التمن بقد التمن عاني الخالة حتى شنو يصير عندي يصير عندي نفس القياس هذا الملح وراح اغسل التمن طبعا التمن بس راح اغسله هاي هسه البهارات المشكله هذا الدارسين وهذا شويه فلفل وهاي النبصره عندنا اتصال علي من الديوانيه الو حبيبي ابو حسين السلام عليكم شلونك حبيبي رمضان كريم علينا وعليكم الله يحفظك ويسلمك تحياتنا لاهل الديوانيه الله يخليك ويحفظك ابو علوش شلونك حبيبي الله يسلمك ويعطيك العافيه شنو رايكم بالبرنامج ابو حسين البرنامج كلش حلو عاجز ايدك الله يحفظك ويسلمك تحياتنا لاهل الديوانيه الطيبين الله يخليك ان شاء الله رمضان مبارك عليكم علينا وعليك وعلى امه محمد ان شاء الله الله يحفظك حبيبي تؤمرني شي ابو حسين حبيبي ما يضع عليك ظالم بس سؤال الله يخليك اؤمرني الحشوه مالت الدولمه نعم اي والله الحشوه مال الدولمه الحشوه مال الدولمه هي لحم ايه؟ وبصل واستعمل ايه؟ بعد التهل الديوانيه التهل التمن العنبر صحيح تمن عنبر تستعمل وياه وشويه معدنوس وتضيف البهارات هي فلفل اسود بهارات مشكل وكركم وتضيف ويا زيت ويا الحشوه حتى تصير عندك الحشوه طعم بيها هذا شويه رشه ملح وهذا اللحم هاي حبايبي هسه عندي راح انصيها الحشوه جهزت راح انصيها خليها تهدر على كيفها هسه حبايبي راح نغسل التمن قلت لكم التمن بقد المي ضفته بقد التمن وضفت مي للشعريه هذا بس راح اغسله هذا الصراحة اضيف التمن هذا شوفوا حبايبي كبست الشعرية ويا التمن حتى شنو الشعرية تعطي طعم للتمن ونفس الوقت تنحمس على كيفها حمست انا بدهن النبات يعني مو دهن زيت حتى يطيف الطعم هاي عندي هنا الحشوه حشوه البرياني هاي شوفوا الوانها شلون حلوه صارت
خليها شويه. نعم. هاي حبايبي طبعا هسه بدأت عدة فور التمن بدأ يفور لحد ما يفور عندي قريب ما هذا ينشف انص النار واغطيه خليه على التهدير. هسه انص النار شوية وهذا راح اغطيه. طبعا طبخاتنا كلها سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. وطبعا هذا البرياني طلبوه مو هاي الحلقة قبلها البارحة طلبوا من عندي الكبسة. ان شاء الله الكبسة راح انزلها باكر او عقب باكر ان شاء الله. وكل الطلبات اللي طلبتوها ان شاء الله ننزلها. هسه احنا راح نشتغل السوب. سوب الدجاج بالنشا هذا عندي انا هنا نشا. عندنا اتصال مهدي من الكوت. الو. السلام عليكم. سلام حبيبي. شلونك؟ حبيبي مهدي الله يحفظك ويسلمك. رمضان كريم. ان شاء الله صحة وسلامة علينا وعليكم. الله يحفظك حبيبي مهدي. شلون رمضان وياكم بالكوت؟ علينا وعليكم ان شاء الله يا حبيبي. الله يحفظك. شلون رمضان وياكم بالكوت؟ الحمد لله خير وبركة. ان شاء الله صحة وسلامة وعافية. شنو رأيكم بالبرنامج؟ والله يخبر عاشتيك شيء. الله يحفظك ويسلمك حبيبي. الله يحفظك. هذا طبعا بجهود الكادر كادر قناة الفرات المميزين الله يحفظهم. تأمرنا شي حبيبي علاوي. الله يحفظك ويسلمك حبايبي. هسه الحشوة بدت تتهدر وتنحمس. ها شوفوا حبايبي هذا التمن بدأ ينشف عندي. بعد من راح ينشف عندي سايد راح اضيف الحشوة حتى يتهدر سوا. طبعا حبايبي البرياني اشكال باشكال يعني طبخاته واشكال البرياني الدجاج. اكل برياني الهندي، اكل برياني بالسمك، اكل برياني بالخضار. فالبرياني هواي له نوعيات مثل الكبسات. الكبسات هم لها نوعيات هواي. اي يعني هواي بانواع. عندنا اتصال مرتضى من العمارة. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي مرتضى. رمضان كريم علينا وعليك. صحة وعافية الله يحفظك. الله يخليك بارك الله بك. بس البرياني كل ما نسوي يعني ما اعرف اسويه الاصل شلون يعني. ليش والله ما ادري ما اعرف يعني. بس اريد منك تعلمني. هسه انا هذا طبخته قدامك بالبداية. طبخت التمن والشعرية واحد وحمست البصل والخضار والبهارات هاي هنا واحد. راح اطبقها وياه واخليه يتهدر واقلبها قدامك. طريقتك مقدار الماي. مقدار الماي يعني الماي للتمن ايش قد تخلي تمن بقده مي يعني مثلا خليت طاسه تمن او نجانه التمن بقده مي والتمن بس ينغسل ما تنقعه حتى اذا نقعته راح يعجن. بس ينغسل وتضيفه يعني بس ينغسل واخليه على اي هسه انا بس غسلته وخليته هذا على المباشر خليته.
أشكرك. حبيبي حبيبي الغالي عمري. هسه حبايبي راح اضيف حشوة البرياني. ها راح اضيفها على التمن. راح اخليه يتهدر على كيفه. عندنا اتصال مكرر من ديالى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ابو علوش؟ رمضان كريم. رمضان علينا وعليك ان شاء الله يا رب. الله يحفظك يسلمك. مكرر عيون ابو كرار عاشت ايدك على العفو ابو علوش عاشت ايدك على الاكلات الطيبه. الله يحفظك ويسلمك وتحياتنا لاهل دياله الطيبين. مشكور رحم الله والديك. شنو رايكم بالبرنامج بدياله؟ يخبل والله عاشت ايدك. الله يحفظك ويسلمك ومتابعيك يوميا متابعك. الله يحفظك ويسلمك وتحياتي للعائله. امري نامر بكرار قولي. ماي امر علي قباري يا قلبي. الله يحفظك ويسلمك. بس اريد اعرف كبوت البرغل عينك. البرغل؟ لا البوتيتا كبوت البوتيتا شاب ما دا اعرف اسويه. البوتيتا شاب البوتيتا شاب. لا تضيفين البيض ويا العجنه عشان انا اطيش مقاديرها. سلقين البوتيتا. نعم. سلقيها وقشرها حتى لا يدخل لها مي، بعدين قشريها ضيفي لها الكيلو بتيتا خاشوكتين نشا واربع خواشيق بقسم. هذا البقسم هذا حتى لو صمون الدقي طحني اربع خواشيق بقسم خاشوكتين نشا ورشة ملح ورشة كركم وتعجني. اذا ضفت البيض وياها من تخليها بالثلاجة وتطلعيها تقليها تصير سودة. ف خاشوكتين نشا اربع خواشيق بقسم ويا الكيلو البوتيتا. حبايبي هسه راح نشتغل سوب هذا السوب راح نشتغله بطريقه سهله وبسيطه. طبعا سوب الدجاج بالنشا طريقه سهله وبسيطه. هذا بالبدايه انا عندي البصل اضيف البصل واضيف الخضره. هاي راح اغطيهم خليه شويه يذبل. اشوف الطبق مالي هذا جهز. هذا التبسي جهز. هذا الطاجن كمان حبايبي ان شاء الله يعجبكم. طبعا طريقة هم تحضيره سهلة وبسيطة هاي حبايبي بديت حمسه. طبعا هذا شوربة النشا تختلف عن شوربة الطحين.
شوربة النشا تختلف عن شوربة الطحين. الطحين دائما احنا شو نسوي حبايبي، نحن نسوي الخضار، النشا لا، النشا نذوب الخضار واحد ونضيفه وياه. هسه راح اضيف الدجاج واضيف البهارات. هذا الدجاج والبهارات. هاي حمص يد عندنا وقت استاذ حازم. هذا مو صوت حازم. استاذ حازم شكرا على الماعين. اقول لك شكرا على الماعين. شنو هالذوق الحلو حبايبي. هسه من حمص راح اذوب النشا، اذوبه بالمي. عندنا اتصال من السعودية. سيد عباس. ابو علوش السلام عليكم. سلام حبيبي سيدنا. يعطيك العافية على كل اللي تقدمه لنا في رمضان وغير رمضان. الله يحفظك ويسلمك، تحياتنا لهنا بالقطيف. حبيبي ابو علوش انا من متابعينك يوميا. الله طاقة الحديث حقك لكن جودة الاكل الله الله فيها، الله يساعدك ان شاء الله ويعطيك العافيه. الله يحفظك ويسلمك. شنو رايكم بالبرنامج هناك متابعي بالقطيف؟ انا يكفيني ان انا اتابعك بس يوميا. الله يحفظك ويسلمك، سلامي لاهلنا وناسنا بالقطيف وبالاحساء وكلكم على الراس، وان شاء الله الله يحسب لكم وتجونا تشرفونا الكربلاء. الله يسلمك ان شاء الله. ان شاء الله قريب جدا، قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي. الله يحفظك ويسلمك، تحياتي تحياتي. الله يحفظك الشرف حبايبي. هسه الشوربه راح تبدي تفور عندي، اضيف لها شويه ملح بعد واخليها. شوفوا حبايبي هاي راح من تفور راح تثخن، كل ما تفور راح تثخن عندي. قلت لكم هاي تختلف عن شوربة الطحين، تصير شوربة خفيفة يعني خفيفة اللون وهذا، بس هي تثخن بس تصير اخف من شوربة الطحين. هسه خليها هنا، انا خل اشوف التمن مالتي هنا راح اطفيه بعد نشف. عندنا اتصال من ميسان علاء. السلام عليكم حبيبي علاوي. شلونك شلونك حبيب بعد قلبي. رمضان كريم. شلون هالعماره؟ العماره بخير ان شاء الله. ان شاء الله بهالها الطيبين ان شاء الله. عامره شلونك شلون عافيتك جواك الله يحفظك. شلونكم برمضان؟ الله يحفظك. شلون البرنامج ان شاء الله عاجبكم بالعماره؟ والله البرنامج حلو ان شاء الله. الله يحفظك وامرني حبيبي. متابعين هواي كلش هواي. الله يحفظك. ابو علوش رحم الوالدي قلنا لك لا تبال السحور. اخ رحم الوالدي. السحور تؤمر. انا علاوي تدري ايش قاعد اسوي؟ قاعد اخلي حلقه للفطور وحلقه للسحور، يعني حلقه البارحه كلها اكلات سحور. يعني ما شفت البارحه. لا لا البارحه اشتغلت الكنتاكي واشتغلت ويا طبق جانبي طبق مقبلات. زين خير ان شاء الله. ان شاء الله انا يومي يعني من بديت رمضان لحد الان يوم اطباق سحور يوم اطباق فطور. الله يعطيك العافيه. بالخدمه خادم انا. تامر امر حبيبي حبيبي حبيبي. سلام حبايبي. هسه الشوربه قلت لكم بدات تفور عندي. ها شوفوا بس تفور عندي، انا ذوبه بمي بارد مو ذوبه بمي حار. اذا مي حار راح تفصص عندكم النشا. شوفوا بدات تثخن.
الصير لونها شفافة مو مثل شوربة الطحين، الصير يعني لونها غامق مثل ما نقول غامق غامق، مو استاذ حازي؟ اي غامق. على شوي ضفت له مي. هسه عندنا الطبق والمقبلات، راح نشتغل. عندنا اتصال عدنان من بابل. شلونك ابو علوش حبيبي؟ حبيبي الغالي الله يسلمك. شلون هم؟ اروح فدوى هاي ايدك الطيبه. الله يحفظك ويسلمك. شلونها بابل الحله؟ ويلي الحله. هي حبيبه اقول لك هي. اقول لك هذا من عندكم، من عندكم شو اسمه؟ محمد شو اسمه؟ محمد علي القصاب شو يقول؟ يقول جوزي قميصه وابوي مطرز ورده. وسلام. انا رديت شعر من عندك. اي اسمع اسمع اسمع. يقول جوزي جوزي قميصه وابوي مطرز ورده وسلاحه عينه للي يجي ويصده. فدوى ونذر صايحته. مين انت؟ قلت له قال لي حلاوي من يا كتر بالحله. كل كلمه الف اسم الله خلانا احبه وما ادري السوالي لك علاوي يا علاوي. يا علاوي. حبيبي. الله يحفظك. رمضان كريم وان شاء الله صحه وسلامه. الله يحفظك. طبعا حبايبي هسه راح نشتغل طبق سلطة المعكرونية. طبعا سلطة المعكرونية، سلطة المعكرونية طبق صحي وطبق سهل، يعني سهل التحضير. راح نشتغل احنا المعكرونية المسلوقة، راح نضيف وياها الطماطة والخيار والفلفل والبهار والصلصة الخاصة والمعكرونية، نضيف وياها شوية النعناع الفريش وزيت الزيتون ودبس الرمان. والمكونات ستطلع بالشاشة. طبعا تحياتنا للكادر قناة الفرات اللي مرافقني بهاي الحلقة، وشكرا لهم على جهودهم، وان شاء الله رمضان ينعاد عليهم وعليكم بالصحة والسلامة. عندنا اتصال ابو عبد الله. رمضان كريم. عين ابو عبد الله. علينا وعليك ان شاء الله. عيوني. شلونك حبيبي؟ من وين ابو عبد الله؟ انا من الكوت، من واصل. ايابا ويل اهل الكوت الاعزاز. ويل علي. شلونك حبيب؟ ما شاء الله ما شاء الله على البرنامج هذا. الله يحفظك. ان شاء الله عاجبكم. والله معجبنا حيل حيل، وحتى شاهدنا على الشوربه. انا شاهدنا على الشوربه مالتك يا معود. ليابا سهله. هي ايش اسوي لك اياها يعني؟ اذا الاهل قاعد يتابعونا ان شاء الله يسووها كل السهله. ان شاء الله ان شاء الله. اي ان شاء الله بيهم البركه، وان شاء الله الله يحفظ لك العائله والاطفال. اليوم شنو مسوين فطور؟ والله فطور اليوم بانيه ولحم احمر وشوربه ما شاء الله. ويلي يابا راح يسود لي يميه. اقول لك بروح اضيك وصيه وصيك ومناشده هاي. شهيتني بالبانيه، جيب المنسف ها واثرد جوه وخلي تمن وفوق البانيه واذكرني. هي هاي اكلت يشهد الله. بروح اضيك والحسين ومجابلينك هسه اهلنا وعيالنا مجابلينك كلهم على هاي. هسه انا لو ما كاميرا وطالع برنامج الطم على البانيه. الف عافيه. اشكرك اشكرك حبيبي. سلام للاهل وربي يحفظكم ان شاء الله. يا رمضان مبارك حبايبي. هسه راح نشتغل طبعا تحياتي لكل المتابعين. هاي محبه الناس نعمه والحمد لله والشكر. هاي طبعا المعكرونية، وهذا عندي النعناع، نعناع الفريش، هذه الطماطه، وهذا الخيار، وهذا الفلفل. هلا شيل ذني لين صار انا هواي. هذا عندي هنا أنا الصلصه الخاصه بالمعكرونه، هذا دبس الرمان. طبعا راح اضيف بعد هذا التتبيله يعني بهارات المعكرونه، راح اضيف رشه ملح. وهذا زيت الزيتون.
نمسح هاي الوقعت. لا يحكي علي المخرج. وراح نصبها بالماعون جابه حازم. طبعا جاب لي ماعين تخبل. هذا ماعون استاذ حازم، شوفوه اسود شلون حلو. هاي الصراحة نصبها حبايبي. هاي سلطة المعكرونة. هسه عندنا العصير. عندنا العصير راح نشتغل عصير الكيوي. طبعا عصير الكيوي من العصاير اللي يعني اللي احبها، انا احبها بيها فد. عندنا اتصال نور بن النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم. علينا وعليكم. اختي العزيزة الله يحفظك. الحمد لله. الله يسلمك. ممكن اطلب من عندك طلب؟ عمري. ممكن نسوي فتح حلقة على كليتة؟ نعم. حلقة، اريد فتح حلقة سويناها على كليتة. على كليتة؟ ايه. كليتة حلقة، حلقة لازم انا اسوي على كليتة لان قبل العيد لازم نسوي الكليتة. تأمرين تأمرين أختي العزيزة. الله يحفظك ويسلمك. حبايبي هاي هذا طبق المعكرونة. وهسه خنصب الشوربة. هاي الشوربة. هاي الشوربة حبايبي. شوفوا شلون الوان حلو مبينة، لان قلت لكم شوربة النشا تصير يصير اللون مالتها شفاف يعني مو. هسه حبايبي راح نشتغل العصير. هذا عندي هنا أنا الكيوي، عندي الشكر وعندي ليمونه. راح استخدم وياه، حاطاني مي بالثلاجه بارد، راح استخدمه وياه. هذا الكيوي وهاي ليمونه. هذا هذا الماعون الاسود استاذ حازم غير يخبل. هذا المي خل اديره شوية بعد. طبعا هاي اطباقنا ان شاء الله ان شاء الله تستفادون من عدها وتعجبكم. اطباق سهلة وبسيطة، وطبعا بجهود كادر قناة الفرات. عندنا اتصال. الو 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 طنيكم. سلام عليكم. هلا ابو علوش، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ الله يحفظك وياك من الديوانيه. من الديوانيه، اليوم الديوانيه مشرفينا ومنورينا. انت الشرف. شلون البرنامج متابع بالديوانيه؟ والله مبدع مبدع. هسه احنا قاعدين انا والقياده العليا القوات المسلحه. اوالي الداخليه. اي والله الداخليه، يعني الوزير هم قاعد وياك.
الوزيرة يعني قصدي اللي بالبيت. الله الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم. الله يحفظك. احنا نريد طلب خاص. امر. اريد مكانك في كربلاء بالضبط وين عشان مو على البيت يعني. والله على الفيس موجود يعني ما اقدر اذكره بالبرنامج. تدري الولد هم يطوك يطوك. افتيهم افتيهم سياطات عندك افتيهم بس خلي يطون يا الولد. هسه الولد تومر تومر خادم تومر على راسي حبيبي اشرف. حبايبي طبعا تحياتي للجميع. تعرفون انتو البرنامج احنا ما نقدر نذكر به لان البرنامج له حقوق وله سياسته الخاصه يعني سياسه البرنامج فما نقدر احنا نذكر به الا بموافقه يا الله يكون هذا الموضوع. تحياتنا للجميع وربي يحفظكم. حبايبي هسه هذا العصير عصير عصير الكيوي هذا جهز. هذا سياخذ لي سامر الوائل يا حبيبي. هذا الشرح عصب البرياني. هذا البرياني شو الريحة. ويلي ويلي علي. هذا بريان اللحم. عندنا اتصال ام علي من الصويرة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي العزيزة. يلا يحفظك الله. الله يحفظك ويسلمك. رمضان كريم علينا وعليكم يا ربي. عجبك البرياني؟ لا والله عاشيدك. الف عافية الف عافية. الله يسلمك. بس اريد اعرف الطبق اللي سويته. يا هو يا هو خيتي يا هو من هن. طبق مال الزلاطة. الزلاطة اي تومرين عمر. الزلاطة اشتغلت المعكرونية. ايه. ضفت وياها الصلصة مالتها صلصة المعكرونية. وضفت وياها دبس الرمان وخضار بشكل هي الفلفل. فلفل الاخضر والطماطة والخيار والنعناع الفريش. وضفت وياها رشة بلح وزيت الزيتون. رحم الله والديك. بخدمتك انا. الله يحفظك ويسلمك. تحياتي للجميع. حبايبي هاي اطباقنا ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله الصحة والسلامة والعافية. طبعا هذا اليوم حلقة اليوم اهداء الى محافظة صلاح الدين اهلنا وناسنا. محافظة صلاح الدين طبعا هواي يتابعون البرنامج وان شاء الله وكل العراقيين على الراس. احنا كل حلقة ان شاء الله المحافظة لان كلهم اهلنا وناسنا. ان شاء الله الصحة والسلامة لكل اهلنا بصلاح الدين وكل العراق ان شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. طبعا باسمي انا من اهدي باسمي وباسم قناة الفرات الفضائية وكادرها المميز ان شاء الله ان شاء الله بهذا البرنامج. طبعا احنا مستمرين وياكم ناخذ اتصالاتكم وان شاء الله نتوفق. اليوم قلت لكم اشتغلت البرياني طبعا به هواي طبخات هواي طرق. اكو طريقه الهنديه يضيفوا لها اللبن يعني ويا الحشوه اللبن يضيفون. والايرانيين يشتغلوا شكل الخليجيين طبعا البرياني الخليجي هم يختلف عن بريانينا. البرياني الخليجي يخلوه هو عظمه يعني اللحمه لحم الغنم يشتغلوه ويخلون اللحمه هي وعظمها. زين عندنا اشتغلنا احنا الشوربه. هاي شوربه النشا. هاي حبايبي خل اراويكم اياها. سامر على ايدي شويه. هذا شوفوا حبايبي يصير الصلصه مالتها شفافه يعني
يبين الخضار بيها، مو مثل الصلصة مال مال الطحين تصير غامقة يعني كل شيء ما يبين. ها شوفوا تصير شفافة، لأن هذا نشا، هذا مو طحين، هذا بس نشا ومي ضفته وضفته فوق الخضار والبهارات، صارت عندي هاي الشوربة. هاي شوربة خفيفة، اكو ناس ثقيلة عليها شوربة العدس او شوربة النشا، اقول العفو شوربة العدس او شوربة الطحين، فهاي الشوربة اخف تصير. هذا عندي هنا انا التبس المحشي اشتغلناه وخليناه بالفرن بالطاجن، طلع عندي بهالصورة هاي، ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله جربوا ورمضان مبارك عليكم. هنا انا عندي المعكرونية، سلطة المعكرونية هم اشتغلتها بطريقة سهلة وبسيطة، وهنا أنا العصير. طبعا العصير هذا يعني من عشاقه، يعني عصير الكيوي. عندنا اتصال كاظم من البيت. هلو حبيبي ابو جواد، هسه هديت لكم الحلقة. شنو الاكل هذا الطيب؟ الله يحفظك. شنو دا تفدع دا تفدع ابو علاوي دا تفدع عيني حبيبي. حبيبي ابو جواد، هسه هديت لكم الحلقة، قلت اهداء لاهالي صلاح الدين. بعد شو تريد؟ ايه شلونك عيني ابو علاوي؟ الله يحفظك ويسلمك. شلونك؟ شلون احوالك؟ شو اخبارك؟ شلونك بعد؟ الله يحفظك. اسيدك على الاكل على الاكل هذا الطيب. الله يحفظك. اسيدك على البرياني هذا الطيب. شو يقولون على البرنامج بالبلد؟ والله شو يقولون؟ والله احسن الداسين الاكل. الله يحفظك. كلهم يسلمون عليك. الله يسلمك. والله اصدقائي كلهم يسلمون عليك. سلم لي عليهم وان شاء الله الصحة والسلامة وان شاء الله يا رمضان. سلمنا على الوالدة هواية. الله يحفظك حبيبي. هواية سلمنا على علاوي وعلى ام علاوي. حبيبي الله يحفظك وتحياتي لك ولاهالي بلد، وطبعا باسمي وباسمي الكادر سلامي لاهل صلاح الدين الطيبين. حبايبي طبعا هاي الاطباق ايش قد عندنا بعد وقت؟ اي زين. نهدي بالشعر لاهلنا وناسنا بلد. اقول لا تنشدع للدمع، راح الدمع وانحنى، وكان الرمح من يهبين يدق وانحنى. شو هسه يطلع قبل لا دغش لا ضربه، والغدر يا صاحبي ما تنحسب. ضربه اتطعنتني وبقى في داخلي ضربه، يا حيف حيف بقى وخصمه اخذ حفله، ومن كل كتر من جرحه وداخلي حفله، والفخر مو للقمر الفخر للحفله، خلاه جميل وبعد فوق الحلة بسمه، ومن صاحبي ما شفت. يا ناس انا بسم حي انقلب للاسف، كنت انا حسبه وريد، علش تافه ما ينقلت اترس حبوبك وريد، شا مني شنه البدار، شام النشنه الورد، لا تنشد على الدمع، طار الدمع وانحنى. تحياتي للجميع وتحياتي لأهلنا بصلاح الدين، ربي يحفظكم. وهاي الأطباق الله شاهد، من اشتغلها للكاميرا نشتغلها بنفس ومكونات صحيحة، حتى اللي يجي يشتغل ورانا. طبعا احنا كنا نتعلم، ولحد هاي اللحظة من نشوف طبق يعجبنا نتعلمه، فليتعلم مو عيب، كنا نتعلم احنا من نشتغلها لهاي الاطباق بنفس ونشتغلها بامانة، حتى اللي يجي يشتغل ورانا يلقى نفس الطعم ونفس هذا. شكرا الكادر قناة الفرات، شكرا الاخ حازم الكعبي المخرج استاذ حازم الكعبي، وان شاء الله نلتقيكم باكر الساعة 4 في مال الله حبايبي.